بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس إن شاء الله آه راح ندرس ال 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 النستد آه لوب آه سبق أن درسنا من سابقا النستد اف statement أو أنك تضع اف statement جوا اف statement أخرى في هذا الدرس إن شاء الله راح نشوف كيف نضع لوب جوا لوب آه أخرى آه قبل أن نبدأ بالشرح هذا الموضوع يمكن يعتبر من ملاحظتي يعني أنا من أصعب المواضيع اللي تواجه المبتدئين في البرمجة آآ آآ لذلك ارجو انك تركز شوي وعادي جدا انك تعيد الموضوع مرتين او ثلاث حتى تفهمه بشكل جيد ومهم جدا انك تحل عليه تمارين لانه موضوع يعني يكثر تكراره في يستخدم كثيرا في البرمجه ويشكل دائما في البدايه على المبرمجين المبتدئين. خلونا ندرس الموضوع هذا من خلال المثال التالي. المثال بسيط جدا، المثال يقول لك اكتب برنامج يطبع، يطبع مثلث، زين، او يرسم مثلث من النجوم، يكون المثلث هذا يعني قائم الزاوية، راح اوريك شلون شكله، يعني يكون مكتوب هنا قائم الزاوية، قائم الزاوية، وارتفاعه، وارتفاعه مدخل من المستخدم، مدخل من المستخدم طيب مثال معطى لك المثال هذا تمام؟ قال لك الآن لو أن المدخل لو أن الإنبوت اللي جايك من الل المستخدم مثلاً آآ آآ ثلاثة زين؟ فإن المثلث اللي راح يطبع لك هو بالشكل التالي: نجمة بعدين نجمتين، بعد كذا ثلاث نجمات، زين، المثلث قائم الزاوية وارتفاعه ثلاثة، تمام؟ لو جاك المدخل مثلاً خمسة زين، فالمثلث راح يكون بالشكل التالي: نجمة، نجمتين، ثلاث نجمات، أربع نجمات وخمس نجمات. وهكذا، هذا بكل بساطة السؤال المطروح، طيب، كيف نحل سؤال مثل السؤال هذا؟ خلينا نجرب أول شيء، خلينا نفكر كيف كيف راح يصير الوضع. إحنا راح نقرأ مدخل، خلينا نحاول نحلل المشكلة هذه. راح نقرأ عدد مدخل لنا. مضبوط؟ مثلاً ثلاثة. بعد كذا راح أطبع ثلاث أسطر. السطر الأول فيه نجمة، الثاني فيه نجمتين، الثالث فيه ثلاث نجمات. وممكن إني أبدأ بالخوارزمية التالية. أقول لك الخوارزمية هي كالتالي: اطبع، طبعاً أول شيء اقرأ العدد طبعاً، اقرأ. العدد وضعوا في ان تمام بعد كذا اطبع نجمة ثم اطبع نجمتين ثم اطبع ثلاث نجمات لو ان جينا نطبق هنا الخوارزمية هذه على الثاني نقول اقرا العدد مثلا اقرا العدد وضعوا في ان بعد كذا اطبع نجمة أطبع نجمتين هذا يطبع لي برنت طبعا معليش انا حطيتها بالترتيب باليمين يسار لكن فعليا يسار يمين راح تصير بس ما مشكله ثلاث بعد كذا اطبع اربع نجمات وهكذا زين اطبع خمس نجمات ماشي ما فيه ما استطعنا ان نلقى حاجه تتكرر معنا مضبوط ما استطعنا ان نلقى حاجه تتكرر معنا آه فوش نسوي بالحالة هذه؟ أنا ودي تفكر توقف الفيديو شوي وتفكر شوي حاول إنك تفكر يعني وش وش بالضبط الشيء اللي يتكرر هنا بعد كذا ترجع تكمل الفيديو حتى نشوف الشيء اللي آه يتكرر طيب ال وشي شيء اللي يتكرر عندنا يعني طبعا لما نقول اطبع نجمه اطبع نجمتين ما ما نقدر يعني ما في شيء يتكرر هنا عندنا كل واحده من هذه جمله الواحده طبعا كل واحده منهم سيستم اوت برنت نجمه سيستم اوت برنت نجمتين سيستم ما طيب لو اعطانا عشرة لو اعطانا عشرين ما في شيء يتكرر لكن انا ممكن اعطيك حاجه شوي يعني ممكن نفصل المشكله بشكل افضل مضبوط كالتالي خلينا ناخذ اللي هو رقم ثلاثة زين خلنا ناخذ اللي هو اطباع ثلاث اللي مدخل رقم ثلاثة وش بنقول هنا؟ خلنا نحاول نفصل المشكلة بشكل ابسط نقول اطبع نجمة بعد كذا اطبع سطر جديد انتر هذه علامة الانتر لو تشوف الكيبورد علامة الانتر هو سطر جديد زين بعد كذا اطبع نجمة اطبع نجمة كلها جنب بعض طبعا هذه ما يبرنت لان هذه برنت زين اطبع نجمة اطبع نجمة اللي هي هذه النجمة هذه النجمة هذه صح بعد كذا اطبع سطر جديد ملاحظة لما تقول الكمبيوتر اطبع نجمة وبعدين تقول له اطبع نجمة الثانية هو اوتوماتيك لو نشوف الاوتبوت بيطبع لك النجمة الاولى هنا بعدين بيطبع لك النجمة الثانية جنبها بتقول اطبع سطر جديد راح نقص سطر جديد يعني المرة الاولى قلت له اطبع نجمة فقام طبع لك نجمة قلت له اطبع سطر جديد فقام نقص سطر جديد راح هنا بعدين قلت له اطبع نجمة طبع نجمة زي ما انت شايف هنا بعدين قلت له اطبع نجمة طبع نجمة ثانية جنبها طبعا من اليسار لليمين ماشي بعدين قلت له راح سطر جديد راح نقص سطر جديد هنا واضح بعد كذا تقول له ايش اطبع نجمه مره ثانيه فقام طبع لك نجمه تقول له اطبع نجمه مره ثانيه زين فقام طبع لك نجمه مره ثانيه تقول له اطبع نجمه مره ثالثه فقام طبع لك نجمه مره ثالثه بعدين كذا اطبع سطر جديد فقام نقز لك سطر جديد المهم ان حققنا المثلث حق الثلاثه زين فككنا المشكلة بشكل أكبر طبعا هذا شيء صراحة صعب أني أدرسك إياه يحتاج أنك تتعب في بعض الأحيان جرب حل ما ينجح معك جرب حل ثاني ما ينجح معك وهكذا إلينك في النهاية تطيح في الحل اللي زي الحل هذا لكن الفكرة دائما في البرمجة أنك لازم في بعض الأحيان تحتاج أنك زي ما يقولون تفكر خارج الصندوق زين out of the box آه فيعني تحاول أنك تفكر تفكير إبداعي تجيب أفكار كذا غريبة شوي وهذه هي تقريبا اللي يخلي يعني بعض الناس يبدع في البرمجه انه يفكر في افكار خارج الصندوق لحل المشاكل، زين افكار يمكن ما تخطر على بال كثير من الناس. فهنا مثلا قضيه ان فككنا العمليه بشكل هذا يعني يمكن قد تكون فكره تصعب على البعض. لكن المهم حتى الان الى الان برض ما حلينا المشكله نهائيا. ليش؟ لان طب افرض اني عندي خمسه، نفس الشيء بقول اطبع نجمه، اطبع نجمه، اطبع نجمه، خمس مرات صح؟ وهكذا. ولكن اللي ممكن نلاحظه هنا انه في عندنا شيء جالس يتكرر زين في عندنا شيء جالس يتكرر وهو كالتالي عندنا هنا آه آه انا بقسمها لثلاث اقسام هذا القسم الاول القسم الثاني وهذا القسم الثالث زين كل قسم من الاقسام هذه راح اقسمه قسمين قسم يطبع فيه نجوم وقسم يطبع فيه سطر جديد هذا قسم نطبع فيه نجوم زين طبعا هذه العلامة هذه معناتها اطبع يعني كان بدل ما اكتبها احطها زي كذا يعني انه زي اللي فوق ما ادري عشان بس ما تلخبطكم زين وهنا اطبع سطر هنا نفس الشيء اطبع نجوم وهنا اطبع سطر اذا عندنا حاجة تتكرر الان الحاجة اللي تتكرر هي اطبع نجوم اطبع سطر جديد اطبع نجوم اطبع سطر جديد مضبوط فاذا لو حطينا لوب لو إن حطينا لوب كبيرة زين لو حطينا جملة لوب كبيرة زي كذا هذه الجملة اللوب مضبوط هذه مثلا 4 نفرض إنها 4 لوب بشرطها وهذا الأقواس حقتها جواها راح يكون اطبع نجوم وبعد كذا اطبع سطر جديد زين فإذا نقدر نقسم اللي جواها القسمين عملية طباعة نجوم زين وبعد كذا عملية طباعة سطر جديد الآن عملية طباعة النجوم نفسها لاحظ أنها في كل مرة تزود مرة كل مرة تزود مرة زين لكنها نفس الأمر يتكرر اطبع نجمة ذا جالس يتكرر الأمر لكن كل مرة ينفذ مرة زيادة عن المرات السابقة يعني هنا لو أخذنا الأمر اطبع نجمة تنفذ مرة واحدة هنا لو أخذنا الأمر اطبع نجمة تنفذ مرتين الأمر اطبع نجمة تنفذ ثلاث مرات مضبوط لاحظ لو حطينا ارقام هنا لو جينا ورقمنا هذه هذه واحد هذه اثنين هذه ثلاثة لاحظ ان الرقم اللي الرقم اللي حطيناه هو نفسه عدد مرات تكرار الجملة اطبع نجمة زين فاذا لو هذه فور كبيرة فور لوب كبيرة مضبوط وحطيت لها عداد هنا لو قلت هنا انت اي عداد زين الاي gets طبعا واحد اي اصغر من أو يساوي الـ n صح؟ اللي هو العدد المدخل الـ n، احنا اتفقنا انه اقرأ العدد وخزنه في الـ n. زين، i++ مضبوط؟ فهنا int i gets واحد، i أصغر من يساوي n، i++. فالـ i هنا جالسة تزود، الـ i أول مرة بـ 1، صح؟ نفذنا هذول هذه العملية. وبعد كذا نزود الـ i بـ 1 تطلع بكم؟ بأثنين نفذ هذه، وتزود الـ i بـ 1 تطلع بثلاثة مضبوط هل الثلاثة أصغر من الثلاثة أو تساويها؟ نعم الثلاثة أصغر من الثلاثة أو تساويها فنجي ننفذ العملية هذه بعدين تزود الآي تصير بأربعة هل الأربعة أصغر من الثلاثة أو تساويها؟ لا فنطلع من الفور هذه فإذا حلينا مشكلة الـ الـ البرتقالي هذا التكرار البرتقالي لكن التكرار البرتقالي جوا تكرار هنا زين اللي هو ممكن نحطه بلون ثاني يمكن نوضحه أكثر زين خلونا نحطه بلون مثلا أخضر هنا ممكن هذا نحطه بلون أخضر زين هذا هذا الآن هنا جالس يتكرر الجزء هذا جملة جالسة تتكرر لي اطبع نجمة مضبوط هذه جملة جملة جالسة تتكرر وهي هذه التكرار اللي عندنا هنا اللي نحطه ممكن بالأخضر مضبوط الجملة هذه فور ثانية فور وفور انت طبعا لازم عداد ثاني هنا جي عشان ما نتلخبط جيتس كمل جي الجي يبدأ من صفر أو من واحد عفوا الجي أصغر من أو يساوي كم مرة نكرر هذا عدادنا كم مرة نكرر زين خلينا نقول جي بلس بلس هنا جاهز عندنا لكن السؤال كم مرة نكرر كل مرة نكرر بنفس قيمة الآي لاحظ أن هذه الآي الواحد والاثنين والثلاثة هي الآي زين اللوب زين هذه هذا التكرار الكبير اللي برا مضبوط المرة الأولى المرة الأولى الآي واحد المرة الثانية الآي ب2 المرة الثالثة الآي بثلاثة زين وهكذا فنجي هنا فاذا كانت الاي بواحد فان نطبع جمله واحده اذا كانت الاي باثنين نطبع جملتين فاذا من الجي بواحد إلى الجي اصغر من تساوي الاي الين الاي وهذا هو التريك هذه هي اهم تريك في السؤال هذا وفي النستد لوبس بشكل عام انك اللوب اللي جوا كثير من الاحيان شرط تكرارها يعتمد على عداد اللوب اللي برا، او يعتمد على شرط مرتبط باللوب اللي برا. زين اللوب اللي جوا هنا عندنا شرط تكراره يعتمد على عداد مرتبط باللوب اللي برا. بكل بساطه هنا جوا اللوب هذه نقول آآ آآ هناك نقول system system.out.print نجمه فراح يكرر لي هنا يطبع لي نجمات بقدر الآي لاحظت من الواحد وحتى الآية الآية هنا بواحد هذه الدورة الأولى اللوب الكبيرة في يطبع لي نجمة واحدة بعدين تدو خلاص خلصت اللوب الصغيرة وينفذ هنا system.out.print السطر الجديد بعد كذا يرجع مرة ثانية للوب الكبيرة تصير الآية بأثنين زي ما شفنا هنا يجي يدخل اللوب الصغيرة ويطبع من الواحد وحتى الأثنين مضبوط اللي يطبع مرتين وهكذا أرجو أن تكون وضحت شوي الفكرة، أنا عارف أن فكرة شوي تلخبط، لكنها فكرة مهمة جدا تكرر كثير و... وعادة أنا أنصح الطلاب أقول له يعني حل عدد كبير من الأمثلة على الموضوع هذا حتى أنك تستوعبه بشكل آه كامل. زين؟ طبعا هذا هنا إحنا حطينا لوب جوا لوب، آه 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 اللوبات كل الثنتين تعتمد على الكاونترز أو العدادات قد ممكن تحط لوب جوا لوب وتكون سنتينل تعتمد على شرط وليس عداد مضبوط ممكن يعني نشوف فيما بعد ان شاء الله يعني اذا صار في وقت ممكن نشوف تمارين على الموضوع هذا لكن همنا الان انا ابغاك تفكر الموضوع هذا تركز فيه تفهمه زين ابغاك تكتب البرنامج هذا حاول تكتبه انت في الفيديو القادم ان شاء الله راح نكتب البرنامج في الإكليبس وننفذ البرنامج ونشوف كيف يعمل البرنامج بشكل يعني بشكل ان شاء الله اوضح لكن ودي انت تحاول بنفسك تكتب البرنامج وتنفذه وبعد كذا تنتقل للفيديو القادم